يا ترى لازم ارتفع اخر صف كل مرة بشتغل اي غرزة؟ ايوة، لازم ترتفعي صف في اخر كل صف بتشتغلي فيه الغرزة، تمام؟ لانه لما بتيجي تسحبي كده كل اتنين مع بعض، تمام، بيتكون معاكي الشكل ده، شايفة المربع اللي انت شايفاه ده؟ لكن لو حصل وانتي ما سحبتيش هيكون الشكل بتاعك بالمنظر ده، تمام؟ شايفة الغرزة بقت مضمومة على الغرزة اللي بعدها، ده معناه ان انتي بتنقصي او بتخلي الصف فيه ميل، وده مش صح. كمان اغلب غرز الكروشيه التونسي بنرتفع هنا بس، لكن ملناش دعوة ببداية الصف. حصل وان انتي ارتفعتي سلسلة في اول الصف، فانتي كده ممكن تكوني برضو بتعملي تزايد. نفس النظام لو ارتفعنا اكتر من سلسلة في نهاية الصف، فبرضو الصف بتاعي هيكون بالمنظر ده، يعني واحد اتنين ونسحب. بصي المربع بقى بتاعك عامل ازاي، معنى ذلك ان انتي مش مظبطة الغرزة بتاعتك، هو ارتفاع سلسلة واحدة بس في نهاية كل صف، لكن بداية اي صف مش بنرتفع اي حاجة. وبس لو لسه اول مرة تشرفونا، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرمية، تريكو، وحتى الكروشيه العادي. مع السلامة.